فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. كفى والسلام على نبي الذي مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود وكتاب الصلاة، باب الإقعاء بين السجدتين. روى المصنف بسنده إلى أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال: هي السنة. قال: قلنا إنا لنراه دفاء بالرجل. فقال ابن عباس: هي سنة نبيك. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الإقعاء له حالتان: الإقعاء بأن يجلس على أطراف، يعني يجعل أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، ويجلس على كعبيه، بإليتيه على كعبيه. هذا الإقعاء هو الذي قال عنه ابن عباس بأنه سنة، وكان بين السجدتين، وفيه تأهب للسجود بعد ذلك، لأنه هذه ليست جلسة يعني مريحة أو جلسة مريحة. هو أن يفرج بين وركيه، ويجعل أيضا على أطراف الأصابع إلى القبلة، لكنه يجلس بإليتيه على الأرض. وهذا الإقعاء فيه تشبه بانبساط الكلب، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس يقول أن هذه سنة نبيكم، لأنه سئل عن ذلك، قالوا: إنا نراه جفاء بالرجل. إنه قال بأنه الهيئة التي يكون عليها، هذه الهيئة التي يكون فيها الإقاء كإقاء الكلب، هذه هي التي يكون فيها الجفاء. ابن عباس أنكر بعض العلماء هذا الإقاء الذي يكون بين السجدتين، لكن ابن عباس قال: يا سنة نبيكم. فالحديث الذي جاء فيه الإقعاء حديثان: حديث يقول بأنه سنة، وحديث يقول بالنهي عنه، بل يقول هذا تشبه بالكلب، فيكون فيه انبساط الكلب، فلا يجوز هذه الهيئة يعني في الصلاة. واختلف العلماء في تفسير الإقعاء، التفسيرات كثيرة جدا، والحق أنها بأسرها تدور على صورتين قد تكلمنا عنهما. الأولى أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا تشبه بالكلب، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. جزاكم الله خير. وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن فيه تشبه بالحيوانات، وقد جاءت الشريعة الغراء يعني تمنع ذلك. فهذا الانبساط كانبساط الكلب بأن يضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب بالضبط. هذا فسره كثير من العلماء، وهذا الذي ورد فيه النهي، والجمهور أنه مكروه لأنه هيئة، ولكنه الحق أنه يعني على ظاهره بأنه على التحريم، أنه تشبه بالحيوانات. أما النوع الثاني من الإقعاء هو أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا مراد ابن عباس، لأن ابن عباس قال: سنة نبيكم. وقول ابن عباس سنة نبيكم فيه دلالة واضحة جدا على البون الشاسع والفرق الواسع بين الإقعاءين. فالإقعاء هذا فيه تحفيز من أجل أنه سيسجد، لذلك قال: سنة نبيكم. أما الآخر ففيه الشبه في ذلك، ونحن مأمورون حتى عند النزول ألا يكون النزول إلا على هيئة البشر، لا على هيئة الحيوانات. نقل الغراب أن السلام نهى عنه، انبساط الكلب نهى عنه، بروك البعير نهى عنه. فالتشبه لابد أن يبعد المرء صورة الحيوان التي يمكن أن تكون حركاته فيها الشبه به، لكن صورة الإقعاء الذي قاله ابن عباس بأنه نصب الرجل وباليتين على
عقبيه فهذا سنة. ولذلك ابن عباس قال سنة نبيكم، فلا يجوز لأحد أن ينهى عن ذلك أو يخلط بين الإيقاعين. الإيقاع الأول جاء الشرع بالنهي عنه، والإيقاع الثاني جاء الشرع بأنه سنة، نعم تنصيص أنه سنة. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله في بويته والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، ولما لا، وقد فعل ذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وقال بأنه سنة نبيكم، وهذه كفيلة فقط ببيان أنها تكون مستحبة، هيئة مستحبة في الصلاة، يعني هذه كفيلة بذلك. وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عليه جماعة من المحققين من الباقي والقاضي عياض وكثير من المحدثين، وقالوا بأن هذه الهيئة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الهيئة هيئة الإقعاء، بأنه يجلس على بليتيه على عقبيه، وأصابعه تكون تجاه أو تجاه القبلة. قال هذه الهيئة هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحق بأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن ترجمان القرآن هو الذي أضافها للنبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة فيها كما قلنا التهيئة لسرعة السجود بين من السجدة إلى السجدة الأخرى، لأن الجلوس بين السجدتين لا يطول، وإن كان فيه دعاء لكنه دعاء يسير، فلا تطول هذه الهيئة عند الصلاة. قال القاضي وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقبيك إليتيك، فهذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد قال الشافعي أيضا بين السجدتين هيئة أخرى، وهي هيئة ذلك الله حرصنا، يعني أيتها المسرعة إلى ربك رضي الله عنك، نسأل الله أن يشكر لك ويزيدك حرصا على هذه المجالس، عذرها معها يسأل الله عليها أمرها. وقد قال أيضا بين السجدتين يكون الافتراش، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأنه إذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة سنة متعددة، وجب أو قل تأكد حتى يكون اللفظ صحيحا، تأكد أن ينوعها المكلف، يعني يأتي بها تارة ويأتي بالأخرى تارة، ويكون هنا قد مر على السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت الإيقاع بين السجدتين، وكان ابن عباس رضي الله عنه يفعله، بل قال هي سنة نبيكم بالتصريح، أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهي سنة، والعمل بها يكون تحقيقا للسنة. نعم. أما الافتراش فكان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش بين السجدتين. وفي الحالتين الافتراش أو الإقعاء فيه التسهيل على الإنسان حينما يريد أن يسجد، فإنه يسهل عليه السجود. نعم، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها على ذلك. فالحاصل أنهما سنتان، وأيهما أفضل؟ نقول أولا سنتان يعملان، يعمل بهما، سنتان يعمل بهما، هذا الأصل أنهما سنتان يعمل بهما، لكن أيهما أفضل؟ قد قال بعض العلماء الإقعاء أفضل، وقال بعضهم الافتراش يعني أفضل. الحق أن الافتراش في التشهد الأول، والافتراش في جلسة الاستراحة في الآحاد من الركعات، يعني في الأولى وفي الثالثة، هذه السنة وهي الأفضل. لكن بين السجدتين قد نقول الإقعاء أفضل، قد نقول الافتراش أفضل، لكن الإقعاء أسهل وأيسر، حتى يعني يسهل على كثير من الذين لهم بعض التعب في الركب أو في الرجل، يعني فيه التيسير أكثر، والتيسير أكثر على المتعبد، هذه حكمة من الشرع. نعم. وأما الجلسة الأخيرة كما قلنا بأن فيها التورك، الجلسة التي يعقبها التسليم السنة فيها التورك لا الافتراش. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأيضا الترمذي. هيئات عظيمة من السنن لابد أن يعتني بها طالب العلم، لأنها تجعله على الأقل يكون ممن أكرمه ربه جل في علاه بالتمسك بالسنة.
جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. طبعا تلازم وثيق بين الأفضل وبين الأيسر، لأن الدين بأسره منوط باليسر، ما في تكليف على الإنسان إلا واليسر يصاحبه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.